عارفة التاريخ ده بذكرني بشنو؟ تعرف شنو؟ التاريخ ده بذكرني ب المباراة الكاس اللي شفناها، نفس التاريخ يعيد نفسه. اللي اليوم 2011؟ ايوه تعرفي ده التاريخ ده نحن المفروض نتذكر فيه كل الحاجات، تجهيزاتنا كلها كانت في يا عريض الفترة العين، القصة دي الزمنية انت بتاعت حكيتها لي قبل كده، انه قبل الفريق الان. القصة دي حكيتها لي 60 مرة، ما في داعي يا اخي ما تقدم لي. لا يوم عيد ميلاده يا التاريخ عريض ده خلينا مكتوب. يا خلينا يا الله. تعرفي لانه نحن المفروض نجدد كل الاشياء يا اخي عليك الله ما طبراني، عليك الله يا طيب ما طبراني، انا متابعة مسلسل هنا. مسلسل اهم من حاجاتي دي. بكثير. عارف يا اخي قصه عجيبه يا اخي، عجيبه يا اخي، قصة عجيبة. في يوم زي ده ما في زول يتذكرني، ده تاريخ ما في زول يتذكرني، ماشيين ساي زي الغنم. السلام عليكم. الطيب الطيب رغنا. ايوه احرب من انجبته الملاعب الرياضيه. يا سلام يا سلام، ازيك؟ يا مرحبا يا مرحبا يا محاسن، يا مرحبا يا مرحبا. مرطي الله يبارك، الله يخليك يا اخي. يا سلام، الله يحفظك، يا حليلكم يا حليل زمانكم يا طيب. يا سلام، ازيك؟ يا سلام، كيف حالك؟ الله يحفظك. والله يا اخوان انا سعيد في يومي ذا الليله اللي قابلتك. يا سلام يا سلام يا سلام. انا ذاتي سعيد انه انا لقيتك ولقيت زول مثقف بيعرف التاريخ وبيعرف. يا سلام يا اخي، انتوا تاريخكم ده بتنسي، لكن يا طيب يا اخي. يا سلام يا سلام يا اخي، كيف حالك؟ عليك الله. ان شاء الله تمام. الله يسلمك. الله يخليك. انت حتمشي معايا البيت من جوا؟ لا لا ما علي، انا والله العقل باصات مسافر والله. لا 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 بجيك والله، هيك جاي خصوصا. لا لا انت ما حتمشي مني خالص يا بطيء. لا 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 تعال دقيقة دقيقة دقيقة. ما انا لا لا لازم تمشي معايا البيت. لا يا اخوان والله يا زول. يا سلام. لكن والله يا اخوان الصدف دي غريبه خلاص. انا والله لما بعزك وخاطرك غالي عندي والله حابسكم، لان يعني والله لحق الباصات يعني. لا 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 الباصات وين يا اخي؟ يا اخي ده الخاطر يا اخواننا والله يا جماعه. يا سعد سعد، تعال تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بك. السلام مرحبا. الله يسلمك. الله يخليك. بارك دي مدام؟ لا دي اختي. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. في الحقيقه ده ضيف بتاعنا. مرحبا. يا سلام. والله زمن غريب خلاص. بالله احكي عن الزمن. يا سلام يا حليل. يا حليل بدل ثاني زمن بيرجع. والله اخوان النادي ما كانوا سهلين. الله انا قال كان يوصلوا لي كاس العالم. الا بس يعني ما مشت معهم والله، ما كان في امكانات والله. لكن الناس عندهم المهارات اللي عندهم دي، لا اله الا الله محمد. والله هذول قدامي ده مو شكر يعني، مو شكر له والله. رافع راسنا في الحله هنا. كنت تقول لك طيب ركلة الكلام كبير. لكن انا اقول لك حاجه، انا ما بتذكر اليوم الليل. الكوره ذات الكوره ذات جابت الاسم. نعم الكوره شفت اللي انا بتذكرها والله. نعم قاعد يكلم الناس يعني عارف شنو. بعدين الناس كلهم خلاص يعني زي قلعوا فوق عليك كده يعني مروا خلاص. ما انا قلت لك كانوا يقدروا يعملوا الكوره. والكوره دي شنو؟ على الدوري يعني النهايه. ذيل اللي انغلبوا يعني هم يشيلوا الكاس. وذيل يعني كان ده تعادل يا هم خلاص ذيل بيشيلوا الكاس الثاني. انا دي كلها قلعت والله العظيم. ما انا قلت خلاص ده فقالوا قلع من خير فيها يعني. انا ما قلع والله يا اخوان. الزول ده بستلم والله زي الصقر. وكيف قال لها كذا؟ ورخينا هناك والله ركنا هناك ركنا. أمين الوقت ذاك الناس كلها قامت، قالوا دي ما بكورك ركنا 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 ركنا. ها؟ بعدها خلاص. يا هو الاسم صاير عليك انت. ايوه احلينا الزمن. احلينا الزمن والله. انا اسوي العصير. عيني طيب. الزول ده جا يتغدى، شرب عصير، شرب شاي، شرب قهوة. يتخيلي بعد ده المفروض يتخارج، هو مش عنده بس لحقه؟ زول زي ده بيخلوه يسافر، أنا أقنعته يبيت معانا.